يعني خلاص قفلت؟ مش لاقيين طريقة نراضي بيها اللي اسمه عمر ده؟ ندغدغ له العيادة يا ابني. احنا مش هجامة، انا باخد حق بمعلمة من غير ما اسيب ورايا دين. ايه رأيك يا معلم ندسله حاجة في العيادة؟ احنا عايزين نقلبه مش نحبسه. يبقى خلاص نزق عليه جوز نسوان يروح على انهم رايحين الكشف عنده في العيادة، وهو بيكشف واحدة منهم تصوت وتقول انه اتحرش بيها. اخش انا على ان انا جوزها وما يرضنيش الكلام ده، ويدفع نعمل محض. حلوة، بس عايزة تتسنجف. بابا انا عايز اتكلم معاك. قلت ايه يا حبيب ابوك؟ عاوز اتكلم معاك. لا اللي قبلها، ارجع لورا. انا زهقت وعاوز اتكلم معاك. طب انا مش فاضي دلوقتي يا حبيبي عشان بتكلم مع الناس في الشغل. انا عايز اروح لماما سعاد. ما قلت لك يا مش دلوقتي. اه لا مش شايف. قوم يا سيد، عاوز اتكلم معاك. قوم بس معايا. عملت لك يلا عشان ناكل. بس ما تعيطش بقى. الله بس يا حبيبي. انت بتقول ايه؟ يا نهار اسود. الحق يا معلم. في ايه ياض؟ الواد حكيم كلمني من تليفون حد من اللي قاعدين معاه في الحجز، وبيقول لي انه اتمسك بالدولارات المزوره. يا نهار اسود، شوف له محامي بسرعه وقول له ما يجيبش سيرتي في اي حاجه، وانا هبعت فلوس لاهله عشان يقفل بقه وما يلطنيش في اي حوار. الواد حكيم ده غشيم طول عمره. سلام عليكم يا معلم. تعالى يا ام شمس بسرعه يا خالد، وانتوا قوموا يلا شوفوا الحوار ده وخلصوه بسرعه. خربوش كان قال ان انت عايزني. امرني يا معلم. انت ضامنه حق بنتك بعد ما تخلف؟ الصراحه لا. لا ازاي؟ لازم تضمني حق بنتك يا ام شمس. لازم يكتب لها اي حاجه، يكتب لها شيك وقت ما تولد يتصرف. زني عليها عشان تاخد حقها، وما تاخدي الشيك مره بالقلوب تعليل عشان نقسمه 50-50. وانا ايه اللي يجبرني ان انا اقسمه معاك يا معلم؟ ده حق بنتي. الناس دول ممكن ياكلوا حقكم عادي جدا، ولا الطول بلح الشام ولا عنب اليم، لكن طول ما انا معاكم هجيب لكم حقكم من حنك السبت. ماشي يا معلم.